اليوم شهدنا افتتاح قناة نات جيو كيدز الأولى من نوعها عالمياً وباللغة العربية، وهذه انطلاقة مهمة جداً تتوائم مع استراتيجية شركة أبوظبي للإعلام وأيضاً الاستثمار في محتوى متميز للطفل يعي بالعلوم والتكنولوجيا، وأيضاً يلهمهم إلى ما هو أهم وهو كيف أن هذا يشكل قراراتهم في المستقبل، وأيضاً اتساع منظورهم في العلوم والتكنولوجيا والفضاء. أطلق سمو الشيخ الزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قناة ناشونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي. إذن يوم أساسي ومهم يصور عناية دولة الإمارات بالطفولة بشكل عام. أهمية القناة هذه تأتي لكونها تسد نقصا كبيرا. أولا، إذا رأينا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام سنجد بأن الفئة المستهدفة لهذه القناة من تعداد السكان من السن السابعة إلى السن الثالثة عشر والرابعة عشر من الأطفال هم يمثلون 20%. هي أول قناة من نوعها. إذا حاولنا المقارنة وحاولنا الموازنة بين ما تقدمه القنوات الأطفال اليوم، سوف نجد بأنها في معظمها تركز تركيزا كبيرا على اللغة بشكل عام وعلى الإنسانيات. هذه القناة آثرت أن تركز على العلوم، أن تركز على المعرفة، أن تركز على الاكتشاف، أن تركز على الحياة البرية، أن تركز على المغامرة، وفي الوقت نفسه تطلق المسابقات والمبادرات لاختيار يعني الأكثر تميزا وتفاعلا من الأطفال مع هذه البادرة المهمة والأساسية.